تمام يا دكتور. افرض اهلها مش عايزين يلبسوها نظاره، طبعا الشكل الجمالي وكده، ممكن ان احنا بعد كده نعمل عمليه على طول بدل لبس النظاره ولا في مشكله؟ هو صح، ده اكتر سؤال انا بتساله في العياده. يعني دايما الاهل اول ما اقول لهم محتاجه نظاره يتضايقوا ويتخضوا شويه، والام يعني تبقى مكسوفه ان ابنها او بنتها لابس نظاره. مش كل الناس طبعا، بس بعض الاهل بيلاقوا عيب شويه انها وسط صاحبتها او وسط قرايبها لابسه نظاره. لا للاسف، لو النظاره بهذا الشكل اللي هو بيصلح الحول، ما ينفعش ان انا اشيلها واعمل حاجه ثانيه. يعني ما ينفعش ان احط قطره، ما ينفعش ان اعمل تمرينات. الاهل يقولوا انت ممكن نعمل تغطيه، التغطيه لحاجه ثانيه، القطره لحاجه ثانيه، وما ينفعش اعمل عمليه، ما ينفعش اعمل عمليه. لو الحول بيتصلح بالنظاره فالامور واضحه قدامي، النظاره هي سبب المشكله، ضعف النظر من غير ما نخش في تفاصيله، او عدم وضوح رؤيه بالنسبه لها اللي بيبقى موجود لما بتقلع النظاره هو سبب الحول. وبالتالي انا كل اللي مطلوب مني احسن الرؤيه. العمليه ما بتحسنش الرؤيه، العمليه بتعدل العين بس ما بتحسنش الرؤيه. فبالتالي لو انا خدت هنيه وعملت عمليه وعدلتها هتبقى كويسه، بس مش شايفه كويس زي ما اتفقنا، لان فهتروح محوله تاني. فانا اروح انا اعمل عمليه ونطلعها مدة شهر مبسوطين وفرحانين، بس بعد شوية هي برضو ما زالت مش شايفة، لان احنا شخصناها من الاول على ان في عدم وضوح كامل في الرؤية. يعني هي 70% بتشوف، ال 30% دول هيروحوا زقين عينيها ومراجعين الحول تاني. فما ينفعش ان احنا نعمل عملية لو الطفل نظره بيتصلح بالنظارة كلية زي الصورة اللي احنا شايفينها ده. طب في انواع نظارات معينه ممكن الطفل يلبسها يصلح الحول؟ هي مش بتبقى نظاره معينه، انا مش بركب نظاره، انا مش بقعد الف حاجه. احنا الطفله ده كانت كشفت عندي هي وغيرها، واول حاجه بنعملها اي طفل بيجي يكشف عندنا ايا كان سنه بنحط له قطر التوسيع عشان نعرف، لازم نجاوب على سؤال بيبقى في علامه استفهام كبيره جدا اول ما نكشف على الطفل. هل الطفل ده عنده عدم وضوح في الرؤيه، مش عايز اقول ضعف نظر او ايا كان، عدم وضوح في الرؤيه ومحتاج نظاره، والنظاره دي ممكن تصلح الحول ولا لا؟ يعني اول سؤال لازم نساله محتاج نظاره ولا لا. ليه؟ لان لو عملت اي حاجه ثانيه والنظاره هي الاساس المشكله، كل اللي نعمله هيبوظ. بس احنا قايلين الكلام ده من شويه. فاذا اي حاجه بنعملها مش بتبقى نظاره مخصوص للحول او نظاره بنركبها للحول، احنا بنتكلم كقوه ابصار، هي نظاره الطفل ده بالمعنى المفهوم الطبي، العين بتاعته ابعادها يعني من قدام لورا المفروض العين دي ليها ابعاد معينه بالارقام 24 مللي مثلا. لا، هو عنده العين دي 23 مللي ونص، احنا بنتكلم في 0.5 مللي 0.2 مللي 2.10 مللي، فابعاد العين نفسها ما هياش مثاليه. طب ايه اللي حصل؟ الرؤيه بقت غير واضحه. طب ايه اللي حصل؟ حصل حول. طب انا هحل المشكله دي ازاي؟ بحط النظاره فبتغلب على المشكله بتاعت الابعاد دهيا وتبقى الرؤيه واضحه، وفي الحاله دهيا ما عادش محتاج النظاره. فاذا هي النظاره راكبه على حجم العين الطفل ده، مش عايز اقول الحجم ده يعني حاجه ضخمه او حجم، احنا بنتكلم على جزء من الملي. فهي نظاره الهدف منها حل مشكله حجم العين اللي هو الغير مثالي او اظهار الرؤيه، فبالتالي بيتصلح الحول. فهي مش نظاره معينه للحول، هي نظاره لتحسين النظر بنكتشفها من خلال الكشف على الطفل ده او على الطفل ده او على غيره.